الاهلي بينتصر على اسوان 3-0 فوز من وجهة نظري مخادع نوعا ما، لان في شويه اخطاء للاهلي ولا كاننا بنتفرج على اهلي تحت قياده لاسارتي. هنتكلم النهارده في حاجات كتير جدا في الاهلي وحاجات مهمه في الاهلي. وخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. ويلا بينا نخش. الاهلي النهارده بادئ بتشكيلته المعتاده، ولكن في شويه تغييرات في ارض الملعب. بيلعب محمد الشناوي قدام محمود متولي وايمن اشرف، على اليمين بيلعب احمد فتحي، على الشمال علي معلول، الاثنين في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو سرية، قدامهم قفشه، على اليمين احمد الشيخ، على الشمال جيرالدو، وكمهاجم وحيد جونيور اجاي. الاهلي في اول 10 دقائق في المباراه ضغط على اسوان، هو اللي ماسك الكوره، هو اللي مخلي اسوان راجع لنص ملعبه، بيقابل الاهلي من نص ملعبه مش مدي الحريه لاسوان، وضغط من كل انحاء الملعب وعايز يخطف جون باي فرصه. ضغط من احمد الشيخ، ضغط من جيرالدو، ضغط من قفشه، وحتى بكام بنشوفهم بيطلعوا كتير عشان يرفعوا عرضيات جوه منطقه الجزاء، وده كان شفناه كتير جدا الشوط الاول. حتى جه الجول الاول، لما جه الجول الاهلي كوره عرضيه لاحمد فتحي الشيخ بيحطها بصد مظهر عوض، بترد لقفشه، قفشه بيطلعها تاني، بيدخل جيرالدو يجيب الجول الاول. بعد الجول الاول دول انا شفت حاجه غريبه من الاهلي بعد ال 10 دقايق دول وبعد الجول الاول، حاجه غريبه من الاهلي. ايه الحاجه الغريبه من الاهلي؟ ان الاهلي نعم هو بيلعب دفاع متقدم جدا، بس نص الملعب ما بيضغطش، ونص الملعب ضغطه نوعا ما ضعيف، نص الملعب ما بيضغطش بشرافه، ما بتشافوش كتير، نص الملعب ما بيضغطش في الشوط الاول. الحاجه الثانيه اللي كانت انا مستغربه جدا في الاهلي، ان ادى الثقه للعيبه اسوان، يعني اسوان كان بيقابل الاهلي من نص ملعبه متراجع جدا، في نص ملعبه واقف في نص ملعبه بيقابل الاهلي من نص ملعبه، الاهلي اداله ثقه وخلى لعيبته عندها ثقه، لحد ما لعيبه اسوان ابتدت تقابل الاهلي من الثلث الاول في نص ملعب الاهلي، ده اللي خلى لعيبه اسوان تبقى عندها ثقه وبتروح الاهلي بكوره واثنين وثلاثه وتضيع فرص كمان على مرمى الاهلي. والحاجه كمان اللي كانت نوعا ما مسانده الاهلي شويه، هو محمود متولي في الخط الخلفي لما كان بيطلع بالكوره من تحت فاول، واللاعب الوحيد اللي كان نوعا ما بيصنع اللعب شويه من ورا لقدام في الشوط الاول، يعني للاسف خرج مصاب، في شكوك في رساله التحليل بيقول في شكوك انه جاله قطع في الرباط الصليبي، ربنا يشفيه يا رب ويرجعه بالف سلامه وما يكونش صليبي ولا اي حاجه. بس بعد خروج محمود متولي ونزول ياسر ابراهيم، الاهلي نوعا ما كان مضغوط، الاهلي كان مضغوط، الضغط الاهلي كان لعيبه اسوان كانت بتضغط الاهلي من ناحيه اليمين من ناحيه احمد فتحي، احمد فتحي كان نوعا ما زايد لقدام، ما كانش بيرجع كتير لورا، فكنا بنشوف المساحه بتاعته اللي في ظهره، وكنا بنشوف كمان ياسر ابراهيم في الضغط اللي عليه من اللعب، واثنين نوعا ما مش عارف يتاقلم، ان هو لسه نازل ما لحقش يخش في الجيم، ما لحقش يخش في الماتش، فكنا بنشوف الضغط بتاع اسوان في ثقه من لعيبه اسوان، بيروحوا وبيضيعوا وبيجيبوا كور في العارضه، فاللي هو خلاص بقى بقينا عندنا ثقه، لا نضغط على الاهلي من نص ملعبه من الثلث الاول في نص الملعب بتاعه عشان نقضي ونجيب جول مثلا عشان نخطف جول. كان ما حصلش لعيبه اسوان ما خطفتش جول ولا حاجه. بس التغيير اللي بعد تغيير محمد متولي ياسر ابراهيم تغييره فادت الاهلي شويه، نزل اليو ديانج بدل احمد الشيخ اللي برضه خرج مصاب في المباراه، نزل اليو ديانج، نزول اليو ديانج في المباراه نوعا ما خلى الريتم بتاع الاهلي يعلى شويه، مش عشان اليو ديانج مثلا عمل ريتم هجومي، لا عشان اليو ديانج بقى يرجع لورا وبقى يغطي على المدافعين في ظهرهم في الناحيه الدفاعيه من ناحيه اليمين بالاخص. وكنت الحاجه برضه اللي كنت فاهمها نوعا ما شويه، نوعا ما كنت بشوف اليو ديانج مايل وبيلعب ناحيه اليمين كوينج يمين، دي ما كنتش فاهمها، انا توقعت ان ممكن مثلا ينزل اليو ديانج يبقى اللاعب نمرة 6 محمود وعمرو سرية وحمدي فتحي الاثنين يبقوا 8 ويبقى 4-3-3 ويخلي قفشه نوعا ما يبقى الوينج اليمين، لكن اللي شفته ان ديانج مايل نوعا ما يبقى هو الوينج اليمين، يعني بينزل نص الملعب بيساعد لعيبه نص الملعب ومايل ان هو يضغط على الباك الشمال بتاع اسوان، وكمان بيرجع لورا علشان يغطي على احمد فتحي والمدافعين في ظهرهم، ده كنا شايفينه كتير في الشوط الاول، الا الشوط الاول خرج 1-0، نزل الشوط الثاني بتغيير وليد سليمان، نزل وليد سليمان بدل جيرالدو، وده شفناه ان وليد سليمان برضه بيعلي الريتم، ان انت ماسك الكوره اكتر، وليد سليمان نزل بتهدد مرمى اسوان، نوعا ما الريتم مش نايم، ما خلتش اسوان عندها ثقه في الشوط الاول، نوعا ما اسوان كانت بتمسك الكوره وبتروح عليك وبتحاول تلعب على هجمه مرتده، بس انت كنتش مدي ثقه لاسوان اللي هي تلعب الكوره وتلعب فاست بلاي وتضربك مثلا او تضرب الدفاع بتاعك او الكوره يلعبوا كوره طويله في ظهر مدافعينك، لا انت ما اديتهمش الفرصه دي، انت كنت بتضغط على لعيبه اسوان بشراسه، اليو ديانج كان بيضغط بكل شراسه على لعيبه اسوان، والضغط بتاع اليو ديانج ده كان بيخلي الكوره ترجع الاهلي بسرعه، لما الكوره ترجع الاهلي بسرعه
بيحاولوا يلعبوا فاست بلاي من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال عشان يضغطوا على لعيبه اسوان كذا مره شفناه في الشوط الثاني. وعمد الغيرات نعم بدر حول الناشط ناحيه الهجوميه وفاد نعم نص الملعب بان خرج حمدي فتحي ومنزل بداله اليو بادجي. وحمدي فتحي لما نزل لما خرج ونزل اليو ديانج مكانه نص الملعب جنب عمرو صليه نعم نص الملعب ابتدى يتحكم شويه الاهلي بقى يمسك نص الملعب نعم شويه بقى يضغط بشراسه واليو ديانج هو اللي بقى يضغط بشراسه على لعيبه نص الملعب. وكمان التغييره الثانيه ان محمد هاني نزل وبقى هو الوينج اليمين. محمد هاني نزل احمد فتحي ما خرجش نزل محمد هاني بقى هو الوينج اليمين. محمد هاني نزل بدل قفشه تقريبا هو الوينج اليمين. فانت بقى عندك وينج يمين محمد هاني وينج شمال ولسه مين وعندك كمان اليو بادجي. فدخل مخلى الاهلي نعم ماسك الكوره نعم ضغط على اسوان ضغط دوت خلى الاهلي يجيب جون عن طريق محمد هاني يدي لوليس مين ولسه مين دخل فك جون على طول 2-0. بعد ال 2-0 خلاص امال اسوان اتقتلت. حتى لو اسوان كان بيفكر في ان هو يعلي الريتم او يخلي الريتم عالي او يضغط على دفاع الاهلي عشان مثلا يجيب جون يخطف جون التعادل لا الجون الثاني قتل كل حاجه خلى لعيبه اسوان تبقى مثلا محافظه على النتيجه ان هي ما تخسرش اكتر من 2. ونوعا ما برده احمد كوشر ابتدى يعمل تغييرات اللي هو عايز يلحق اي حاجه لكن الاهلي قتل المباراه تمام ابتدى هو ماسك الكوره هو اللي بيتحكم في الريتم. وكمان الجول الاخير من اليو بادجي اخيرا سجل اليو بادجي مع الاهلي كوره بصراحه شوطه مميزه جدا 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 في البعيده جول 3-0. ال 3-0 دول يدل لو محدش فرق على الماتش مثلا شاف النتيجه بس 3-0 لك بس ده كان الاهلي ماسك اسوان غسيل ومكوى لكن ده ما شفناهوش. الاهلي نوعا ما كان اداؤه غريب اداؤه مش اللي هو الطب قوي مش افضل اداء للاهلي لا اداء الاهلي النهارده عادي جدا ممكن كمان يرتقي للسيء. الاهلي النهارده كان عادي جدا ولا هو الفريق الممتاز ولا هو الفريق السيء جدا لا هو عادي ممكن كمان ينزل للسيء نوعا ما شويه بسبب شويه اخطاء. لو الاخطاء دي فضلت قدام الزمالك في ماتش الديربي بتاع يوم السبت ممكن تلاقي الزمالك بيعمل شغل قدام الاهلي. انا بقول لكم لو الاهلي فضل بالريتم ده والشكل ده خلى الزمالك مثلا يمسك كوره او خلى الزمالك يضغط عليه هو الزمالك انا بقى في حلقه ثانيه للماتش قبل ماتش كم ان شاء الله. بس لو في الريتم ده عشان النهارده ضد اسوان وان انت اديت بعد الجول الاول اديت اسوان الثقه وخليتهم هم يهاجموك وهم يمسكوا الكوره ويضغطوا عليك ده لو قدام الزمالك يوم السبت هتعاني جدا 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 قدام الزمالك. الاهلي كسب 3 وفضل في الصداره زي ما هو بعد جدا عن اي فريق تحته ومبروك لجمهور الاهلي على الفوز. رغم الاخر ده كان راي شخص واحد المهم رايكم انتوا في الكومنتس في المباراه ولو الحلقه عجبتكم اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقوهم في الديسكربشن تحت واعملوا شير على فيسبوك ريتويت على تويتر وكمل معاك مصطفى اشوفكم الحلقه الجايه سلام.